فالمسلمون يجب عليهم اليوم الأخذ بالأسباب، وأعظم أسباب نصرتهم أن يعتصموا بكتاب الله مجتمعين عليه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا بد للأمة ولا خيار آخر أن تجتمع. قبل أن تجتمع الأمة محال أن تنتصر على عدوها. لا ينبغي للمؤمنين أن يحمل كل أحد منهم راية ويزعم أن الحق محصور عنده، وإنما الإسلام عباءة كبرى تحتوينا جميعا، ومن ظن أنه سينشئ دولة أو عصبة أو فرقة أو طائفة أو جماعة يمكن لها أن تحوي الإسلام فقد أبعد النجعة وبنى قصرا على رمال ولم يعرف حقا عظمة دين الله جل وعلا. الإسلام أكبر منا جميعا، الإسلام هو القادر على أن يحوينا، لسنا قادرين مهما بلغنا أن نحتوي الإسلام كله. هذا كله أول الطرائق. ثم بعد ذلك مما لا يكاد يجهله أحد من الأخذ بالأسباب التي ليس هذا مقام التفصيل فيها، لكن ما يحدث في حلب، ما يحدث في إدلب، ما يحدث في سوريا عموما، ما يحدث في العراق، ما يحدث في كثير من بلدان المسلمين، يجب أن يجعل المسلمين يفيئون إلى كتاب ربهم، إلى سنة نبيهم. الفيء إلى كتاب الله، إلى أمر الله وما يتعلق من أمر الله في هذا الشأن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن نقتتل بيننا وأن تفترق كلمتنا وأن لا تجتمع قلوبنا. وينبغي أن يعلم أن أمة المسلمين ولله الحمد والمنة مهما اختلف أهلها، مهما اقتتلوا، مهما احتربوا، يصدق عليهم قول البحتري الشاعر العباسي الكبير، قال: إذا احتربت يوما فسالت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. إذا احتربت يوما فسالت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. نسأل الله عز وجل في المقام الأول أن يتقبل الشهداء في سوريا، وأن يغفر لهم ويرحمهم، وأن يجعلهم جل وعلا برحمته في أعلى المنازل، وأن يشفي جرحاهم ويؤمن خائفهم ويطعم جائعهم ويرد بقوته ونصره كيد أعدائهم. كما نسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يظهر دينه ويعلي كلمته، وأن لا يجعل جل وعلا من رحمته وفضله وقدرته أن لا يجعل لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا.